أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقبل شهادة غير المسلم؟ تقبل على مثله، تقبل على مثله، تقبل شهادة الكفار بعضهم لبعض، ولا تقبل على المسلم، لأن يشترط في الشاهد العدالة، يشترط في الشاهد العدالة، والكافر ليس فيه عدالة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أشهدوا، قال الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني من المسلمين، وذوي عدل أيضا، قد يكون مسلم وليس بعدل أيضا، فكيف بالكافر؟ نعم.